بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آخر حاجة خلصناها هي الزبكن كلاود سيرفر أو الزبكن سيرفر، وشفنا ازاي بنقدر نعمل تريسنج للريكوستات بتاعتنا، وشفنا الكلام كله ما فيهوش أي مشكلة و10 على 10، الموضوع كان بسيط. وشفنا آخر حاجة الزبكن سيرفر وشفنا الواجهة بتاعته، وازاي لما بنعمل ريكويست بيقول لك انت رايح فين لمنين لفين وهكذا، وتقدر عن طريقها بتعمل تريسنج للايه للريكويست بتاعك من اول ما بيطلع لغايه ما ايه ما يخلص. وشفنا ايه؟ شفنا ده كله حلو الكلام. نرجع لنقطه عندنا كنا عاملينها قبل كده في اول الكورس خالص، الا وهي الايه الكونفيجريشن مع الجيت. فاكرينها لما كنا عاملين جيت ريبوزيتوري وحاطين فيها كونفيجريشن، حاطين فيها ايه كونفيجريشن؟ هفكركم، فاكرين لما كنا عندنا البلاير ستاتستيك تمام، وكنا عاملين كنترولر بترجع ايه بترجع الكونفيجريشن بتاعتنا. لما عملنا 3 اتريبيوت دول اللي هو بلاير دوت ستاتستكس دوت نمبر، ورحنا عملنا ايه بعديها؟ رحنا عملنا كلاس اسمه بلاير ستاتستيك كونفيجريشن، وادينا له كونفيجريشن بروبرتي بلاير دوت ستاتستيك. فكان بيعمل ايه؟ بيروح هنا يشوف الكونفيجريشن اللي بتبدا ببلاير ستاتستكس، اذا هيبدا ايه؟ هيبدا يطبقها هنا، يعمل ماتشز. هيبقى عندك ايه بعد بلاير ستاتستكس؟ نمبر تيم ونمبر بلاير وكانتري. كان يخش على الاتريبيوت يعمل لها ماتشز ويحط الفاليو اللي هنا يحطهم فين؟ هنا. وكنا بنرن عادي جدا من غير اي مشكله، وكان بيجيب ونعمل ريكوست وتمام. بعد كده دخلنا السبرينج كلاود معانا، عملنا جيت ريبوزيتوري، عملنا ايه؟ عملنا فولدر سميناه جيت لوكال، فيه ايه؟ فيه اربعه فايل بيبداوا ايه؟ ببلاير ستاتستكس اللي هو نفس النيم بتاع اسم البروجكت اللي هنا. حلو، بس ده بلاير ستاتستكس، وقلنا ان ده الديفولت. بلاير ستاتستكس اي ار اللي هو عربيك، وبلاير ستاتستكس اي ان انجلش، وبلاير ستاتستكس اف ار. شرحنا ده في البدايه خالص، وجينا عملنا تطبيق لما قلنا انجلش وعربي وفرنش وطبقنا عليهم. لو انت مذاكر معايا البلاي ليست هتلاقي فعلا الكلام ده احنا قلناه وطبقناه وكل حاجه كان فيه تمام. حلو حلو، تعالوا نرن الدنيا بتاعتنا. طبعا بكلم واحد دلوقتي فاهم ازاي قدرت تستخدم، كان عندك هنا المديول بتاعت الايه البلاير ستاتستكس، وعندك هنا كونفيجريشن، ازاي استخدمت السبرينج كلاود عشان تقدر تجيب الكونفيجريشن الموجوده في الجيت هنا تنادي اللي البلاير ستاتستكس عاوزها. البلاير بتاعتك او البلاير ستاتستكس بتاعتك ممكن تنادي الفايل اللي بالانجليزي او بالعربي او بالفرنش على اساس ايه؟ على اساس افكرك، على اساس الايه؟ الاكتيف بتاعك. سيبك من ده دلوقتي تمام، على اساس ايه؟ البروفايل الاكتيف. دلوقتي احنا عاملين اكتيف للاي ان، طبعا احنا حاليا برضه هفكرك عشان برضه الناس اللي ناسيه، ده البيلر ستاتستكس تمام. انا رحت قومت السبرينج كلاود على بورت كام؟ نيجي نشوف كده، بورت 80 80، وربطنا بين الجيت بتاعتنا اللي هو الفولدر الجيت اللي فيه فايلات عن طريق سبرينج كلاود كونفيج سيرفر جيت يو ار اي فايل دبل باك سلاش، وبعد كده الرابط بتاعه عندنا اهو باك سلاش سبرينج باك سلاش جيت لوكال باك سلاش سبرينج باك سلاش جيت لوكال. وطبعا قلنا لازم نعمل ايه؟ كليك يمين ونعمل ايه؟ ونعمل اوبن مديول سيتنج، وتضيف هنا المديول دي اللي هي الايه؟ الجيت لوكال. تعمل ايه؟ امبورت مديول وتروح تضيفها الاول، وتنضاف هنا الاول، وبعد كده تبدا تربطها عن طريق الرابط ده. ارجع للفيديوهات بتاعت الكونفيجريشن بتاعت السبرينج مايكرو سيرفيس والسبرينج كلاود وشوف ازاي ربطنا. انا بديك ايه؟ بديك فيدباك سريع. ده السبرينج كلاود قومت على بورت 4 8، اديت له نيم
وربطت بين الجيت اللي عندنا اللي فيه الفايلات والسبرينج كلاود عن طريق الايه الرابط ده، فايل نقطتين فوق بعض دبل باك دبل باك سلاش تمام، وبعدين باك سلاش مكان الايه مكان الجيت بتاعنا او الفولدر بتاع الجيت اللي فيه الفايلات. كده ربطنا بين مين اهو، كده احنا ربطنا بين السبرينج سيكيورتي والجيت اللي فيها الكونفيجريشن، كده ربطنا بين ديت. فاضل نربط بين السبرينج سيكيورتي والبلاير ستاتستكس عن طريق ايه اهو، عن طريق ان انا قلت له سبرينج كلاود كونفيج يو ار اي، واديت له اليو ار اي او اليو ار ال بتاع ايه بتاع السبرينج كلاود اهو، قايم على على اربع تمانيات في لوكال هوست اربع تمانيات. كده احنا ايه احنا ربطنا تمام. احنا هنا سبرينج بروفايل اكتف، الاكتف ايه اي ان، فالمفروض لما اروح هنا الاي ان ركز معايا 2000 2000 سي اي اي ار او كايرو تمام. تعالى كده خلينا بس ايه نرن مره تانية اهو، او خلينا قبل ما نرن بس خلينا نروح نضيف، اقول له جيت اد اون واقول له جيت كوميت، مفيش مشكله عشان بس الفايلات تكون ايه موجوده. هنرن السبرينج كلاود اهو، وبعد ما نرن السبرينج كلاود هنروح برضو نري رن تاني الايه نري رن البلاير ستاتستكس تمام. احنا عاملين الاكتيف بتاعنا ايه اي ان تمام، فهو بيروح عن طريق الربط زي ما قلنا وربطنا، هيروح هو عنده بلاير ستاتستكس الاسم ده، ده الاسم الديفولت بتاع مين بتاع النيم بتاع البلاير ستاتستكس. حلو الكلام حلو الكلام. فقلت له اي ان، المفروض يروح يجيب لي ايه الداتا اللي موجوده في الاي ان. تعالى كده نعمل ايه ريلود اه 2000 2000 كايرو تمام. خلينا نروح هنا نحط الاف الاف ار، ركز معايا الاف ايه الاف ار، فالمفروض الاف ار فيها ايه 2000 برضو 2000 بس سي اي اي ار اي مختلفه. حلو ما ايه مختلفه تمام. تعالى نروح كده ركز هنا ركز عليا سي اي اي ار اي اختلفت. حلو اذا ده اللي كنا عاملينه وشغالين عليه ايه قبل كده تمام. لو احنا بقى جينا هنا جينا هنا وخلينا نروح في الملفات ذات نفسها، طبعا الايه الابلكيشن شغال، الابلكيشن ركز معايا الابلكيشن ايه الابلكيشن شغال. حلو قوي. دلوقتي انا هعمل كمان انستانس من مين من البلاير ستاتستكس ده قايم على 80 80 صح تمام. هزود كمان واحد هاخد ده اقول له دوبليكيتد، واقول له ده هقومه على اندر سكور 80 70 او خليها 80 78، وحاجه هنا في كونفيجريشن في انفايرمنت في الايه في الانفايرمنت فاريبل هقول له ايه هقول له بورت او ايه سيرفر دوت بورت ايكوال كام ايكوال 80 87 78. حلو ابلار. طبعا واحد يقول لي انت ما ايه ما شرحتش ده، هقول لك والله شرحناه وقومنا اكتر من انستانس لما كنا بنتكلم على التيم وعلى الفوتبول، لما عملنا في الفوتبول خمسه انستانس الحاجات دي كلها يا جماعه انا شرحتها. يعني المفروض انت واحد دلوقتي متابع الكورس، انت واحد متابع الكورس فالمفروض ده كله انا شرحه، المفروض انت مذاكر. حلو حلو. هقول لك دي اتعملناها ازاي. ديت ايه فاريبل، الفاريبل ده بيعمل اوفررايد على اي فاريبل موجود في الايه في الابلكيشن دوت بروبرتيز. احنا عندنا سيرفر دوت بورت، السيرفر دوت بورت باي ديفولت بيقوم على كام على ايه لو هنا. طب احنا هنا عملنا ايه احنا هنا فين في الابلكيشن بروبرتيز بتاعت الايه البلير ستاتستكس،
احنا مش حاطين سيرفر دوت بورت، بس هو باي ديفولت بيقوم على كام؟ على 80 80، ولما رحنا نادينا الاي بي اي 80 80. اذا لو ما حطيتهاش اكنها محطوطه ب 80 80. انا بقى هقول له لما تيجي ترن الانستنس الجديد ده حط لي السيرفر دوت بورت ب 80 78، اعمل اوفر رايد عليها. حلو، فحررنا اهو. حلو، رن هو كمان، هو مفيش مشكله. هروح هناك اخد نفس الرابط ده اهو واقول له 80، قلنا كام؟ 78. حلو اهو، واعمل انتر، نفس الداتا هترجع لي لانه انستانس زيه بالظبط. حلو الكلام، في مشكله؟ مفيش مشكله. تعالوا كده نروح بقى على سبرينج كلاود في الفايلات. خليني اغير الارابيك، اخليه اقول له ايه، نمبر تيم، اسف، هقول له نمبر تيم ارابيك، وهقول له هنا نمبر بلاير عربيك، وهنا ايه، وهنا هخليها، هقول له كونتري عربي. حلو، حلو الكلام كده. انا غيرت ايه، غيرت العربي بالشكل ده. في مشكله؟ مفيش اي ايه، اي مشكله. وخليني اغير الفرنش برضه، اخليه نفس دول بس هخليها ايه، اف ار، اف ار، اهو، ودي برضه اف ار. حلو، ده الديفولت سيبك منه. والانجليش تمام، هروح برضه على الانجليش اغير، هقول له هنا اي ان، وهنا اي ان، وهنا اي ان. في مشكله؟ مفيش مشكله. بدل احنا غيرنا في الفايلات ديت، اذا المفروض نروح نفتح الجيت فان، نفتحها في الفولدر ونضيفهم. هقول له جيت اد او وجيت كوميت داش ام، هقول له نيو فايل. لازم اعمل اد وكوميت عشان يقدر ايه يشوفهم عندي في الجيت، لان انا مجرد ما عملت تعديلي تمام كده مش معناه انه كده يقدر يشوفهم، لا لازم اعمل اد وكوميت. تمام، احنا دلوقتي البلاير ستاتستكس شغال على ايه، على الاف ار، فالمفروض يرجع لي ايه، يرجع لي الداتا دي. حلو، في مشكله؟ مفيش مشكله. هروح كده ايه هنا اهو، اعمل ريلود الاقي لسه داتا زي ما هي، واعمل ريلود الاقي داتا برضو زي ما هي. يا عم انا مغيرها وعملت لك ايه، وعملت لك اد وكوميت، اذا لازم تعمل ايه، واحد يقول لي لازم تعمل ريران للبروجكت. حلو قوي، لازم تعمل ايه، ريران للبروجكت. فعملت ريران للسبرينج كلاود اهي. حلو، وهروح ارن الانستنس ده ورن. بص انا حرن ايه، انستنس واحد اللي هو 80 78 هعمله رن، لكن الثاني ده اللي هو قايم على البورت الديفولت 80 80 هسيبه زي ما هو. ركز معايا، ركز معايا، في هنا ايه، في هنا مشكله، في هنا مشكله. خلينا كده، هو انا بقول لك ايه، تمام، خلينا نعمل ريفرش للاثنين اهو، خلينا نعمل ريفرش لده. تمام، برضو في مشكله، نمبر بلاير اف ار، في عندنا مشكله. تعالوا كده نشوف هنا اهو، خليه كده، مفيش ايه، مفيش سبيس،
خلي مفيش او في ايه اندر سكور، كلهم مربوطين ببعض اهو بالمنظر ده، تمام؟ خليهم كلهم مربوطين ايه ببعض عشان السبيس ممكن تكون عامله مشكله اهو، تمام؟ مفيش مشكله. وبرضه فان في الانجليش اهي 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 اهي، تمام. تعال نعمل ايه ران تاني اهو لسبرينج كلاود، وتعالوا هنا نعمل ايه، وتعالوا هنا نران اهو. تمام، هيران. هل في مشكلة تاني؟ نشوف برضو في مشكلة، في عندنا مشكلة. ايوه هو مش قادر، بصهم هو مش قادر، احنا هنا عاملين ايه انت وانت، هو هون هناك مش قادر يحول ديت لانت، هو مش قادر ايه يحولها. تمام، خلينا نروح هناك نخلي كله سترينج، تمام اهو، نخلو ايه كله سترينج، نعمل الجيتر والستر من الاول اهو. في مشكلة؟ مفيش اي ايه، مفيش اي مشكلة. تعالوا برضو في الايه هنا في الاوبجكت ده نخلو كله سترينج، مفيش مشكلة، ونعمل الكونستراكتور والجيتر والستر، ده كله كنا عاملينه قبل كده. انا مش بتكلم في حاجة جديدة خالص، المفروض لو انت مش فاهم تراجع الفيديوهات اللي فاتت الخاصة بالايه بالسبرينج كلاود والسبرينج مايكرو سيرفيس مع بعض، وتبدأ ترجع تاني تشوف احنا عاوزين نعمل ايه. تمام، خلينا نرن تاني اهو، وتاني ايه ونرن التاني برضو اهو. حلو، تمام، ركز معايا بقى، ركز معايا. هريلود هلاقي كل حاجة راجعة زي ما هي، تمام، حلو، راجع كل حاجة تمام اهي. تعالى تاني معلش معايا، نروح احنا شغالين على البروفايل انهو، لو انت لاحظت احنا شغالين على البروفايل اللي هو اف ار اهو، فهروح اغير في الاف ار. حلو قوي اهو، الاف ار هغير فيها خليها ايه ابديتد، وهنا برضو ابديتد، وهنا برضو ابديتد. في مشكله؟ مفيش مشكله، هروح اهو اقول له جيت اد اول وجيت كوميت، تمام، عملت اد وكوميت. في مشكله؟ مفيش مشكله. تعالى كده ايه نيران، هنلاقي الداتا زي ما هي، تمام. اذا اول حاجه المفروض تعرفها انك انت لو عدلت عندك في الفايلات، مش مجرد ما انت عملت جيت اد وجيت كوميت كده المفروض يشوفها، لا، الابلكيشن شغال فبيشوف اخر حاجه هو كان واقف عندها. انت عملت كوميت ايوه كل حاجه، بس عملت كوميت واد قبل الابلكيشن ما يعمل ايه؟ قبل الابلكيشن او بعد الابلكيشن ما رن، الابلكيشن اصلا هو بيرن، انت عملت اد وكوميت بعد الابلكيشن ما كان راني، فهو الابلكيشن لغايه دلوقتي لسه مش شايف ده، هشوفه امتى؟ تعالى كده نعمل ايه؟ نعمل ريران لده بس، وهنسيب التاني مش هنعمله ريران، يعني التاني اللي هو 80 80 مش هعمله ريران. حلو، فدلوقتي هعمل ايه؟ هروح اهو، بص 80 80 بص زي ما هو لسه اهو. طب ده شاف الابديت، شايف؟ شاف الابديت. اذا انت لما تعدل في فايلات والابلكيشن قايم وعملت جيت اد وجيت كوميت، لازم تعمل ريران للابلكيشن ايه؟ لازم تعمل ريران للابلكيشن بتاعك. لو رحت اهو هنا 80 80 وقلت له ستوب اند ريران ورحت اعمل ريكوست تاني، هلاقي ايه؟ هلاقي شاف الداتا، تمام. دي طريقه
مش حلوه انك انت كل شويه تعمل ايه؟ ان كل شويه تعمل الران للبروجكت بتاعك، صح؟ هروح اهو بص هنا بقى شافها عشان عملت الران، فدي حاجه مش صح. امال هعمل ايه؟ عندنا طريقه تانية حلوه، اللي هي انا هروح اضيف في ديبندنسي حاجه اسمها الاكتويتر. الاكتويتر عباره عن ممكن تقول حاجه بتبروفايد ليك مجموعه من الاوبشنز ومجموعه من الاي بي ايز تقدر من خلالها تسهل عليك الموضوع افضل. هنعمل ستوب للاول ونرن. حلو الكلام؟ حلو، مفيش اي ايه، مفيش اي مشكله. حلو، وهروح اضيف حاجه كده بسيطه، ركز معايا، اللي هي مانجمنت دوت اند بوينتس دوت ويب اكسبوجر انكلود، عشان انكلود في الاند بوينت الاكسبوجر الخاصه بالايه بالاكتويتر كل الاي بايز اللي عندي. هقول له انكلود كل حاجه موجوده فيها، لانك انت ممكن تعمل اكسكلود، انك انت تطلع منها حاجات معينه ما تشتغلش. فاحنا هنقول له انكلود اول اي بي ايز او اول اند بوينتس عندنا، انكلودها، شغلها، كله هيبقى تمام لو اي اند بوينت تبعها ناديتها. تمام، نبدا نرن اهو، وابدا ايه برضو ارن ده كده. انا عندي ايه؟ ركز معايا، انا كده عندي اتنين انستانس من الايه؟ من البلاير ستاتستكس، واحد قايم على بورت 8080، خلينا نكتبها افضل، واحد قايم على بورت 8080 والتاني قايم على بورت 8078، صح كده؟ 8078، حلو قوي. تمام، كده الاتنين ايه؟ الاتنين قاموا. تمام، تعالى بقى نعدل في الفايلات بتاعتنا. احنا شغالين على مين؟ شغالين، خلينا شغالين على الاي ان، شغالين على ايه؟ على الاي ان. حلو الكلام، لو رحنا هناك الاي ان هيقول لك نمبر تيم اي ان، وبرده ده نمبر تيم اي ان. تعالى بقى كده نقول له ايه؟ نقول له في الايه؟ في النمبر تيم اي ان نقول له اندرسكور ابديتد، اندرسكور ابديتد، اندرسكور ابديتد، ونروح نعمل جيت اد وجيت كوميت. كده عملنا اد وكوميت. حلو، نروح هناك نريلود نلاقيه زي ما هو، ما شافش الابديتد اهو. تمام، حلها ايه؟ حلها ان احنا نروح ايه نرن الابلكيشن، قلنا الطريقه دي مش تمام. فضفنا الاكتويتر اهي، وتعالى نشوف الاكتويتر بتعمل لنا ايه. الاكتويتر بروفايد معانا مجموعه اوبشنز ومجموعه اي بي اي اقدر من خلالها والابلكيشن شغال، اقدر مثلا حاجه زي ايه؟ زي يعني ريفرش الكونفيجريشن عندي. بص هروح هناك عندي اي بي اي اسمها اتش تي بي لوكال هوست، وادي له البورت بتاع الابلكيشن اكتويتر ريفرش. بص لما اعمل سند هيرجع لي، بص رجع لي ايه؟ حاجه زي الاري، قال لك عندك الكونفيج كلاينت فيرجن، عندك البلاير ستاتستكس نمبرز بلاير، عندك البلاير ستاتستكس نمبر تيمز، البلاير ستاتستكس نمبر كانتري، دول اتغيروا. شايفين؟ مجرد ما عملت ريفرش هو كده شاف التغيرات اللي حصلت. لو رحت هنا اهو ريلود، بص الابديتد اهي، شايف الايه الابديتد؟ تمام، طب هنا مش شايف ليه؟ لان لازم اروح اديله البورت بتاعه واقول له 80 78 واقول له ريفرش، برضه هو ده هيرفرش، هيشوف برضه هو كمان ايه التغيرات. فاروح هناك واعمل ريلود هلاقي ايه؟ شافها. اذا الاكتويتر حلت لنا الموضوع بكل بساطه. اذا فكره الفيديو او الفكره اللي احنا عاوزين نقولها في الفيديو ده، ان انا اهو ركز معايا، ان انا ايه؟ ان انا كان عندي دي الجيت ودي ايه؟ البلاير ستاتستكس. تمام، دي البلاير ستاتستكس ودي الجيت لوكال بتاعتي، وعندي السبرينج كلاود، كنا بنحط هنا ايه الكونفيجريشن، وكنا بننادي
بنربط ديت بالسبرينج كلاود ونربط دي بالسبرينج كلاود وابدا في البيراستاتستكس انادي الفايل اللي انا عاوزه. واتكلمنا عن ده في الايه؟ واتكلمنا عن ده في الفيديوهات اللي فاتت وقبل كده وطبقنا وعملنا انجلش وعربي وفرنش. حلو. الجديد ان انا لا، الحاجه لازم تعرفها انك انت مش مجرد ما تعمل ابديت او تغير في الفايلات ديت وتعمل جيت اد جيت كوميت ان لو الابلكيشن شغال يشوفها، لا لازم تعمل ريران للابلكيشن. حلو. انا عندي اتنين بورت 80 80 وعندي 80 78. حلو. عندي اتنين دول، اتنين دول ايه؟ قايمين. تمام. انا لو عدلت على الفايل ده والفايل ده والفايل ده لازم اروح اريران، اريران الايه؟ الابلكيشن، اعمل له ريران عشان يبدا يشوف التغيرات اللي حصلت، مش مجرد ما اعمل جيت اد وجيت كوميت يبقى كده المفروض يشوفه حتى لو هما شغالين. لا، لازم تعمل ريران. وطريقه مش كويسه طبعا انك كل شويه تعمل ريران للابلكيشن. اذا ضفنا ايه؟ الاكتويتر عن طريق لو الابلكيشن شغال وانت ايه؟ وانت عملت تغيرات هنا، ولازم تعمل جيت اد وجيت كوميت عشان تضاف في الريبوزيتوري. تمام. عن طريق الاكتويتر اي بي اي بسيطه جدا اسمها اتش تي بي، وتدي له البورت او اللوكال هوست بتاع الانستنس بتاعك. اكتويتر ريفريش دي اي بي اي بتوفرها لك. الاكتويتر بيقدر يحس بالتغيرات فيشوف التغيرات وهو شغال فيبدا يعمل ابديت على ايه؟ على الداتا اللي اتغيرت. حلو. عندنا بقى مشكله هنبدا بيها الفيديو الجاي. ايه المشكله بقى؟ المشكله انك انت عندك هنا انستنس وانستنس. تمام. تخيل عندك كمان 50 انستنس، يعني تخيل عندك 50 انستنس من البلاير ستاتستكس. فانت عشان لو غيرت هنا في الفايل وكل انستنس، كل الانستنس ران يعني شغالين، المفروض هتعمل ايه؟ المفروض هتاخد البورت بتاع كل واحد وتروح تعمل له ايه؟ وتروح تعمل له ريفريش، صح ولا غلط؟ تاخد البورت تعمله ريفريش. مش احنا عملنا مره ريفريش لل 80 78 ومره قبليها لل 80 80؟ ايوه. اذا لو عندك 50 بورت، اذا هتاخد كل بورت تعمله كده. لو عندك مليون مليون انستنس او مليون بورت شغالين، هتاخد كل بورت تعمله كده، صح ولا غلط؟ صح. حلو قوي. هل دي صح؟ لا طبعا، انا طبعا مش هاخد كل بورت واعمله ريفريش، دي طريقه مش صح. احنا عاوزين ريكويست واحد يقدر يرفرش كل البورتات مره واحده. اذا عاوزين ريكوست واحد يرفرش كل البورتات مره واحده، مش هاخد كل بورت وارفرشه، لا هو ريكوست واحد يرفرش كله مره واحده. فهمت الفكره؟ الفكره ان انا عشان استخدم الاكتويتر لكل بورت الموضوع صعب، عشان انا لو عندي انستنس والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس والمليون، لو عندي مليون انستنس هحتاج الاكتويتر ان انا اعمل ريفرش لكل بورت على هذا، وده طبعا مستحيل. اذا الحل ان شاء الله المره الجايه وهيكون هو ريكويست واحد بيرفرش كله مره واحده. حلو قوي، حلو قوي. هرفع لكم الاكواد دي على الجيت هاب ان شاء الله، وهسيب لكم لينك الجيت هاب تحت في الديسكربشن. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك ولينك الان تحت في الديسكربشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.